خلي بلش وياك بعشر أسئلة سريعة وأريد منك جواب لكل سؤال. أخاف من أخاف من الغدر. أنت بلشت في البداية قلت أني طعن الأصدقاء والغدر. انغدرت هواية من أصدقائك؟ يا سبحان الله. يعني شوف حبيب مصطفى، كل يعني كل إنسان مثل ما يقول طريقته أو ستايله أو مصيبته. دائما مصيبتي عندي غدر الأصدقاء، وهذا أنه مو ما عندي أصدقاء أو فيها، لا عندي، لا خلية قلبة، بس أكيد. أكثر شيء أنطعن منهم. شلون تتعامل ويا اللي طعنوك واللي غدروك؟ أكس وخلاص. وتشوفهم؟ لا، ألغي من حياتي خلاص، مرحلة وعدت، ألغي من حياتي نهائيا بعد. ما أرجع على الوراء، ما أرجع. حلو، مستحيل. يعني تظل تتقدم لقدام والوراك كلها تكنسله مصطفى. لليوم صديق، عندك الغدر من أصدقائك؟ تقريبا. تعلم الدرس؟ ما أتوب، ما بطل. هي مصيبتي ما بطل. يا ريت. هو الآن لو أبطل من هذا الموضوع لشان ما العادة تتكرر، رجعت إلى الظهر طيبة قلبك زايدة. أي. وحف المرأة شخصيتها وشياكتها. لقبك المفضل؟ فنان باسم العلي. هذا لقبك المفضل؟ أحبه مو بيدي. وصفك بكلمة، شو توصف نفسك اليوم؟ يعني طيب، هذا بسبب الغدر. طيب، و عندي ساعة قلب كبيرة، وأحب الناس. يعني مثلا من أشوف مصطفى أشوفه متألق أقول الله يوفقه. طبيعتي هاي. مهما يكون تحب الخير للكل، للكل. حتى إذا كنت أنا مع مصطفى تنافس وأشوفه هو بروقي، ما أقول ليش لا ما عندي هذا الشيء، لا، لأن أنا أعرف قدر نفسي أنه أقدر أصير مثله وأحسن. تحب الناس حيل. لعد شجاه الناس تغير طبع، تغيروا مصطفى، تغيروا الناس. تغيرهم؟ ما أعرف يا مصطفى، نعتب على الزمن ولا نعتب على روحنا؟ ما أعرف يا مصطفى، تغيرت الناس. الزمن يغير لو الناس اللي تتغير. يجوز حكم الزمن قاسي على الناس خلاهم يتغيرون. ممكن 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 مصطفى. طيبة أهلنا راحت، راحت وياهن. والمحنة راحت، اي راحت وياهن مصطفى. لا صديق اللي واسي فعلا، لا حبيبي يشيل همك مصطفى. كنا زمان شوف، وحتى المشاهدين هسه راح يقول لك اي والله كلام باسم. جارنا بمثابة يعني عمنا خالنا، فعلا جار. يعني كنا احنا مع جارنا، هسه اتذكر انه جارنا شو نقول، خط احمر يعني، هذا عزيز علينا. انا احس هسه ما موجود. فرحنا فرحه، حزننا حزننا، اكيد اكيد. انا احس هسه ما موجوده، وللاسف احنا العراقيين معروفين بغيرتنا فعلا. احنا اني اكثر فترتي اقامتي اردن، فمن يتكلمون وياي يقولون استاذ باسم انتم العراقيين نحبكم على غيرتكم. ما ادور عليها، ابحث هسه عليها. راحت ويا اهلها، راحت ويا اهلها. أغير من شنو تغار اليوم؟ أغير من النجاح، بس ما أغير أضوج منه، لا، أريد أسوي أحسن منه. هاي الغيرة الإيجابية. هاي طبعاً. إحنا اليوم بالوسط الفني عندنا الغيرة الإيجابية أكثر لو سلبية. لا سلبية. أنا أحس، سوري. حسد عيشة اليوم؟ أي سوري، يعني أنا أحس هذا الوسط واقع الحال. أو واقع الحال. هو هذا الناس عليه. يعني أنت كل أغنية لك، كل تسمية أغنية هي من اللي نعيشها اليوم. أنا شجاع الناس على فكرة. هسا من يسألوني الناس ويتكلموني وياي يقولوا لي أنت شجاع الناس، واقع الحال، وكأنه أنت عايش هذا الزمن هذا قبل اليوم. يومه هذا اليوم. كأنه أنه أنت شرحت حالة الزمن هذا اليوم بس ذاك الوقت. دائما يقولوا لي هذا الحكي، أقسم بالله لا أتنازل عنه. حقي أكيد. حقك مسلوب حقي اليوم؟ وحق الناس. حقك مسلوب اليوم؟ لا، أنا مو حقي مسلوب، بس أشوف هواي أشياء بها غبن، ما بيها حق. يعني مثلا
أشوف الرجل المناسب بالمكان غير مناسب وأشوف الرجل غير مناسب بالمكان المناسب. وكلش أنقهر العكسية كلش أنقهر طبعاً. أنت أترك إنه أني أقول لي هسه مثلاً هذا الموضوع معاك، لا، بس حتى ذا يكون معاي أكيد أكيد أكواي أمور اختلفت مصطفى. تحس حق ما موجود، يعني مصطفى هذا مكانه أشوفه مو مكانه، ليش لا أخلي مصطفى مكانه؟ أشوف قامات كثيرة من الكفاءات العراقية، أشوف أشخاص المفروض هذه الناس المحترمة تكون على هذا الكرسي، أجي ألقي غيرهم اللي هم ولا يم الموضوع. حقنا كعراقيين مسلوب؟ أكيد أكيد بكثير من الأمور. أنا صريح مصطفى أرجوك. أنا أحب صراحتك، أنا دائما مكروه لأنه صريح. أي والله أنا كلش أحب صراحتك. يعني وهي إحنا اليوم عندنا قاعدة أنه كلمة الحق الزعل، يعني أي شخص تواجهه بكلمة الحق يزعل. وأنا كلامي مرات يسألوني مصطفى، شوف مرات يسألوني عن أمور، عن برامج، أكبر برنامج هم أخير كان موجود لا تعليق، لأنه إذا أصارح بس وياي ماكو شيء اسمه لا تعليق تأمر أمر، لأنه إذا أصارح مصطفى ما يجوز منك، يجوز تقبلها أنت. بس أكو كثير ناس راح تنزعج، راح تنزعج من كلامي. فلذلك أخذ باب الصمت والحمد لله. شنو عيبك اليوم؟ عيبي طيب وأرى الناس بطبيعة نفسي مصطفى، هذا عيبي طبعا، اللي المفروض مو كل انسان صدقه مثل ما بداخلك. شو كنت تتعلم؟ ما اتوب، ما بطل. انت علمت بالناس، ما راح تتعلم؟ ما بطل، هي طبيعتي، هاي تربيتي هيك. ولذلك دائما انصدم، لذلك يشوفني انصدم ليه ما اتعلم، المفروض اخذ درس وترجع طيبه قلبي. لا يا قلبي يجوز من عدم كافي، بس ما يجوز. شفت ايش قلت لك انا؟ ما يجوز، هو ما يجوز. يعني هو هي موضوعيه الاغاني اللي قدمتها فعلا، يعني اكو اغاني سابقه لاوانها، واكو اغاني يمكن شرحت لحاله معينه احنا عايشيها. فاختياراتك اليوم احنا بواقع الاغنيه العراقيه اخفاقه بالاختيارات جدا كبيره، وهذا هم راح نرجع ونتطرق له بعد ما اعرف شنو الشيء اللي تحبه وتكرهه بالمطلق العام بشكلك. شوف اكون صريح وياك، اقسم بالله ما اجامل، احب اصابع يدي لأن تعزف العود وتشتغل اللحن اللي أنا لحنته، اللي لحنت. شوف رحم الله امرأة إن عرف قدر نفسه، لحنت أجمل الأغاني للعشاق، للحب، للوفا. فأحب أنا أملك اللي عزفت هذه الألحان، وما أكره شيء بي، لأنه أولاً خلقت رب العالمين والله هو أتمم الخلقة الحمد لله. حلو. أقرب شخص لك؟ عائلتي، زوجتي وأولادي. واحد اللي هو مفتاح حزنك وفرحك؟ زوجتي. تحياتنا إلها، والله يحفظها إلك يا ربي ويخلي لك كل عائلتك. نقطة ضعفك؟ أصدق بسرعة. ليش هذه الثقة الزايدة؟ واحنا اليوم لازم ما نخلي ثقتنا كل الزايدة بالناس. ما ابطل، هذا مرضي، هذا مو بيدي، مو بيدي. احنا تربينا على شيء مصطفى، احنا تربينا على فد شيء اساس تعلمنا عليه خلاص. وما ابطل، يا ريت يجوز ما يجوز باسم. اي والله مرات يصير جاي موقف وقلت مرات يصير جاي موقف ارجع واقول يا ناس غير يبطل باسم، ما يبطل، ما يبطل باسم، ما يبطل باسم. يعني ما تقدر تنسى هذه الطيبة اللي عندك ولا هذه الثقة اللي عندك؟ لا ترجع طيبة، هاي خلاص طيبة، طيبة معاك هاي، ما انت بتربى عليها. يعني اريد انساك ما اقدر. الله الله. نختم العشر اسئلة بها. اريد انساك ما اقدر، افكر بيك يوميا وأقول بلك يا ربي تنام عيوني شوي. أريد أنساك ما أقدر، أفكر
بيك يومي وقولا بلك يا ربي تنام عيوني شوية ودورك وين قل لي وين وجيب منين حب منين أريد أنساك ما أقدر أفكر بيك يومي.